مصافحة تكون بيد واحدة بيد واحد. نعم. قط هيك أنا جاب معي اثنين وجاب من معيون. يعني السلام عليكم هكذا أسلم عليه بيد واحد. أما المصافحة باليدين لا بيد واحد. نعم. قط هيك جاب معي مو دوشني جاب معي آم مو دوشني أنا قط هيك أعطي. جاب معي مو. وبعض الناس عندنا ينحني عندما يسلم لا يجوز هذا. قط هيك من الكلام لو بيد أشوفني. لا تنحني ولا تركع ولا تسجد إلا لله. يوم كم أول كم لقو يوم كم طول بيت لك لين ده يفرن نبي الله سبحانه وتعالى. إذا نسلم بيد واحدة نسلم بيد واحدة. نبي يوم أول سلام. وجب ناي موي. ولا تنحني. يوم كم أول. نعم والله أعلم.